اعطينا ربما بعض الوجوه ولا الاسماء اللي كبرتي معاها في الشاشه الجزائريه اللي شفتيها كي كنتي صغيره وبقيتي شافيه عليها، وربما هما اللي خلاوك تحبي التلفزيون الجزائري. بعض الاسماء اللي شفتي عليها اليوم. شوف انا ما قريت صحافه يعني. الله يبارك. الله يبارك. لا يسلمك، كانت حلمي ملي كنت صغيره. تمنتي تاني يوم نقول لك صحه عيدك. يسلمك. قريت انسان علوم الاعلام والاقتصاد، ومن بعد درت تخصص علاقات عامه، وهذا كنت مني يعني ملي كنت صغيره كنت هكا مقتنيه يعني. الله يبارك. اوكي. ربما ما نكتبش ربي ما كنبغاش. وهكذا كنت نحب بزاف لا تيليفزيون الجزائريان، سورتو هذاك المرشد تاع بكري كيما كان مسلم الله يرحمه، وفريد القسام اللبنى ذيب، كاينه نجيه خوسير. اسماء كبيره مديتي لنا. وي نعم، هذوما كنت متعلقه بزاف بهم، ما كنت هكذا نقلدهم دي فوا.